يوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله. صافا وراكم سيكوريتي بريكولاج واش مليح اخو؟ ها كانت تقول تاع اينشتاين يا صاحبي بس ها وشنو والله ندمت هاد العشية ولا برد راسي. وراكم بريكولاج سيكوريتي، السيكوريتي في العمل وين راكم؟ افتتح الفيديو هذا بحول الله ان شاء الله بواحد كنت نمشي في الحومه على انت واحد دوما ولا تروما ولا خليها تلعب نورمال. صادفت دو بانتر كانوا يبنترو وسبلهم طويل حوالي 20 متر. عطيت له نصيحه قلت له اخي الكلام علاش ما تربطش روحك كي راك تخدم فوق سلوم 20 متر بنات هوتي علاش ما تربطش روحك؟ اه قال لي لا قال لي واش فينا نخدموا هكذا قال لي كي نسرقوا ولا مربوط قال لي دونجي. دونك هذا درتو في راسي غير يفياندرا لو جو بحول الله باذن الله نفتح فيديو على هذا الموضوع. كاين ناس قاريين حياته كاع هو يقرا باش خرج سبيسياليست يخدم المعدات السلامه. دوك انت تعرف خير منه، هل انت عندك مستوى دراسي خير من هذاك اللي حياته كاع قرا سخر كامل الامكانيات تاعو 20 سنه ولا 30 سنه هو يقرا باش يخدم معدات السلامه الفرديه اللي انت عامل تتجاهل الامن والامان في العالم. دوكا كي تقول لي عطيت لك نصيحه مليحه بزاف تنفعك تقول لي لا انا كي اون كاز دو سينيستر نجي رايح نطيح نعرف كيفاش نرمي روحي. نرمي روحك من 20 متر علاش انت رومبو انت انت سوبرمان انت عندك الحبل تاع سوبرمان؟ ما فهمتش انا كيفاش ترى كيفاش باش تعرف كيفاش تاع علاش كي تربط روحك اثناء العمل على هو عباره على مشنطه راك تربط روحك منها انت كي تقول لي دونجي كي نربط روحي. كاين دي تكنيك كاين دي الناس بروفيسيونيل واعيين في المجال هذا يخدموا معدات سبيسيال يدخلوا في رجليك وادابتي مع السانتيريوز باش كي تزلق ما كان لا حتى اختناق حتى دونجي حتى حاجه. بالعكس انت وحدك قبل ما تجي الحمايه المدنيه تسلكك انت وحدك تقدر تسقم روحك وتعاود تشد السلوم تاعك نورمال. وشوف السلوم لازم يكون مربوط السلوم ولا سافوتاج لازم يكون مربوط مع الحيط لازم يكون مثبت مع الحيط ماشي تربط روحك في السلوم والسلوم ماشي مفيكسي مع الحيط. نو هذه اخطاء فادحه. كي تربط روحك في السلوم تكروشي روحك في السلوم السلوم لازم يكون مثبت في العين في في الحائط تاع العمارة. خوتي راكم دون ان انتوراج دو طرافاي راكم في محيط تاع عمل عندكم حبابكم وصحابكم وقعوا لهم حوادث في العمل لماذا لن تتخذوا منهم العبره ولا ما تتخذش منهم العبره اللي راهم سير لا شوز رولونت الناس اللي ماتت اثناء العمل في حوادث العمل خطيره جدا 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 بسبب التجاهل واقصاء جميع الشروط السلامه المعموله اثناء العمل. شروط سلامه ضروريه جدا جدا جدا. اذا راك تخدم في منطقه عاليه إلي اون بروسيدور دو سيكوريتي لازم تربط روحك اخي الكريم لازم تربط روحك تربط خاطر ما تقولش باللي لا وانا يا ونشد روحي لا. الحركه والسكون بايدي الله الحركه والسكون بايدي الله. انت كي تكون فوق السلالم ما تجيبش تعرف بين رمشة عين بين دقيقة ودقيقة ما تجيبش تعرف واش راح ممكن يحدث لك. بالك يحبط لك السكر بالك يطلع لك السكر بالك تتغاشى بالك يجيك مالاز بالك ضربات الشمس. كاين بزاف العمل العمال طاح سقطوا بسبب ضربات الشمس ضربات الشمس في البنايات خاصة البنايات الجديدة. إذا أربطوا روحتكم يا عباد الله أربط روحك يوتيليزي لا سيكوريتي أمن الأمن والأمان في العمل لتفادي الكوارث اللي
خلاص جيب مالك ومال بوك ومال جدك وطروتك كامل جمعها باش تعاود ترجع الى قصة النخاع الشوكي في حادث ولا قصة الباصة، ما تقدرش تعاود تولي كما كنت ابدا ابدا ابدا. اذا لابد العمل في محيط توفر فيه شروط سلامة 100% قبل الشروع في الامن. بارك الله فيكم، صحيتو يوتيوب على بروشان بحول الله.